معلش هنا الصورة دي برضو معلش يا جو اللي فاتت جميلة قوي، يعني انت هنا انت حاجة عاملاها وكأن الشباك مدخل ايه ده إضاءة، الله. ما هو مظبوط؟ ايوه. لا ده انت مخرجة بقى، ده الموضوع كبير. عملتيها ازاي دي؟ ده شباك كان برضو خشب، وعملت له اللي هو زي فورفرجي اللي هو بتاعنا اللي هو بتاع الاساس وبس، وكان الاضاءه بتاعت الشمس داخله من الاوضه عندي. فقمتي حطاها. هي الاوضه دي اصلا مستوحياه من فنان قديم كان هو رسمها مرسومه رسم، وابتديت ان انا اعملها على الحقيقه تاني. نفذيها بقى مجسم. انت برضو بداتي تطوري في موضوع المصغرات ده، ان انت في حاجات بقى اللي احنا ممكن نستخدمها، يعني نمشي كده واحده واحده. احنا معانا ده انت قلتي لي هو بازل اصلا ممكن ان احنا نفكه ونركبه. اوكي، ده برضو جات لك فكرته ازاي؟ انا بحب البازل جدا. اوكي. وكنت كان نفسي ان هو يبقى فيه زي نوره بالظبط. جدا زي نوره بالظبط. فانا كنت بحب ان انا يعني تبقى الحاجه يونيك شويه وما تبقاش موجوده عادي، فقعدت ادور واتفرج كتير، فقررت ان المطبخ ده شكله عاجبني اصلا ان انا احوله البازل. اوكي. وبتفك وتركب وممكن استخدمه كمان بعد كده، يعني ممكن مثلا افك هنا مثلا ابتدي انا استخدمه بس. لا ومثالي كمان الشكل ده بتاع المطابخ دي كان كان هو ده اللي زمان موجود. ايوه صح. بالشكل ده وبالتفاصيل دي بكل حاجه، يعني يعني جدتك بقى بيت الاجداد دايما هتلاقيه بالسيراميك اللي ورا ده. صغنن ده هو كان نفس الشكل فعلا ونفس الالوان تقريبا. هي الالوان بتاعت تيتا بقى الحاجات دي. ايوه صح. طب الساعه دي برضو هل دي كانت ساعه قديمه انت دخلتي فيها حاجه؟ ايوه كانت ساعه قديمه، هي ساعه رجالي في الاغلب، وبعدين رحت بقى شايله الايدين خالص وفرغتها وكده وابتديت اشتغل عليها. ده اللي جواه ده بيت؟ بيت عصافير صغير. بيت عصافير في عصفوره؟ اللي هي العيش زي الساعه اللي كانت بتطلع زمان تيتي. ايوه تيتي. صح كده؟ ايوه صح. ثبتي بس ايديك ثانيه عشان الناس تبقى شايفه التفصيله دي. بيت العصافير يا جماعه او الساعه بتاعت العصافير زمان اللي كان دايما العقرب بتاع لما يجي على 12 بالظبط او يجي على الساعه نفسها يعني دايما تلاقي ايه بيطلع العصفوره تطلع. ايوه العصفوره تطلع. طبعا ده يعني الاجيال الحاليه يمكن مش عارفينها قوي، بس يعني ده كان زمان الساعات الجميله. طب والسلاسل طلع كده. السلاسل برضو فكرتها العود مكتوب ايه؟ لا هي مش مكتوب حاجه معينه، بس هي دي من مجله قديمه. أيوة. كان زمان عندنا البوسترات اللي هي بتاعت زمان اللي هي الافلام القديمه وكده. أيوة. البوسترز بتاعتها الافيشات الافيش. أيوة. الافلام. صح. حلوه قوي. لا وكان في الاعلانات الاوت دور حتى او اللي في الجرايد كان بتبقى مختلفه كده، يعني ليها الوان وشكل كده. أيوة. وطباع معينه. طب والله كويس جدا. طب دي معلش دي تتلبس يعني ولا دي ايه؟ ايوه بتتلبس عادي. ايوه ممكن تتحول كمان لميدالية. اشكالهم ايه دول؟ المركب دي كنت مستوحاها اكتر من الوان النوبه. اوكي حلوه قوي. بس فهي من الوان النوبه وكده والمركب الشرعيه بتاعتهم. طب والله افكار حلوه برضه. حلوه قوي.